إنه صف مكتظ في إحدى المدارس الحكومية في بغداد. الولايات المتحدة قدمت أكثر من مليار دولار لدعم التعليم الرسمي في العراق، إلا أن هذا القطاع ما زال يفتقر للكثير من المرافق الأساسية. وعلى مسافة قريبة في إحدى المدارس الخاصة يلهو هؤلاء الأولاد قبل الدخول إلى صفوفهم المكيفة، والسلطات العراقية تقر بأن نظام التعليم الرسمي يكافح لتلبية حاجة التلاميذ. بيئة المدرسة الحكومية أصبحت بيئة طاردة للطالب، فبدت العائلة العراقية والبغدادية تتوجه للمدارس الأهلية لين تجد بها فرص للتعليم أكثر من المدارس الحكومية. ومع تحسن الوضع الأمني في البلاد عاد الكثير من التلامذة لارتياد المدارس، ما شكل أعباء كبيرة على نظام التعليم الرسمي بسبب نقص التمويل. الولايات المتحدة مولت بناء وترميم 3000 مدرسة، لكن الأمم المتحدة تقول إن واحدا من كل 5 أولاد في العراق لا يجيد القراءة. وفي ظل هذا الواقع تلجأ العائلات العراقية الميسورة لإرسال أولادها إلى مدارس خاصة. احترامي وتقديري للمدرسة الحكومية، يعني هنالك الأهلي يهتمون أكثر بالطالب، الدراسة تكون يعني شلون أكثر من اهتماما من المدرسة. يعني شلون مثلا هنا احنا نجي للمديرة ونقول بنتي اليوم هم درسيها بصورة صحيحة تتجاوب وياي يعني. ورغم زيادة ميزانية التعليم الرسمي في العراق العام الماضي، ما زال أمام السلطات العراقية عمل كثير.